بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الآباء، أخواتي الأمهات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفاجأة صادمة حقا عندما يكتشف أحد الأبوين أن طفله قد تناول زجاج الدواء كاملة بلعها، فنسرع به إلى السيارة لنطير إلى المستشفى ليعملوا له غسيل معدة. ما كان أحوجنا بشيء من الحذر البسيط والوقاية أن لا يقع هذا الأمر. لكيف نضع هذه الأشياء بعيدة عن متناول الطفل؟ استعملنا الدواء، استعمله الأب، استعملته الأم، استعمله الأخ الكبير، خلاص نغلق، نحكم الإغلاق ونعيد الدواء إلى مكانه، ودائما نضع الأدوية في مكان لا يستطيع الصغار أن يصلوا إليه. صيدلية البيت لا، في مكان عال لا يستطيع الطفل أن يصل إليها حتى لا يتناول الدواء وهو لا يعلم، ويكون جائع عطشان يشرب فتكون الفاجعة لا سمح الله. لا بس أيضا من الوقاية أن نشرح للأطفال أنه هذا دواء، لا تقرب عليه، لا تتناول، ابتعد عنه، مع إبعاده عنه إن شاء الله. لابد أن نحفظها كما قلت في أماكن بعيدة ومغلقة، محكمة الإغلاق حتى لا يستطيع فتحها. إذا استعملنا الأدوية كما قلت أو أي أمور أخرى فيها شغلات كيماوية، أن نحكم إغلاقها جيدا ونعيدها إلى أماكنها ولا نتأخر. يعني قد إيش الأم فتحت علبة الدواء أو فتحت علبة الغسيل ثم جاءها اتصال هاتفي، تركته في المطبخ أو على الأرض أو على الطاولة وذهبت، وطالت المكالمة الهاتفية. كان في هذا الوقت الطفل توجه إلى المطبخ يريد أن يشرب أن يأكل فيجد ذلك فيتناوله. ينبغي ألا نؤجل، ألا نؤجل. أيضا كما ذكرت ليس الدواء وحده، مساحيق الغسيل، الأمور الأخرى فيها مواد كيماوية ينبغي أن تبقى بعيدة عن الأطفال ونحرص عليها. من الأمور التي نوصي بها أيضا أن نعيد الدواء إلى العلبة التي كانت فيه حتى لا نخطئ، حتى نحن الكبار في تناول حبوب ليست من هذه العلبة اللي تعودنا، مثلا هذه للصداع أو هذه، ونتناول الدواء يكون ليس للصداع إنما لأمور أخرى لأنه وجدناه في هذه العلبة، نعيده إلى علبته نفسها. إذن الأمور التي ينبغي أن تبقى بعيدة عن تناول الأطفال هي الأدوية بمختلف أنواعها، وتكون محكمة الإغلاق. يعني كما ذكرنا في حلقة سابقة الآن بدأوا يحفظون هذه الأقراص في مغلفات لا يمكن للطفل الصغير أن يفتحها بسهولة. مساحيق الغسيل كلها ما تكون في متناولهم، لكن يظن أنه سكر أو أي شيء آخر لونه أبيض فيتناول منه ولا سمح الله يكون ما لا نرجوه. حتى أدوات المكياج عندما تستعملها الأم الزوجة وعلى طاولة أمام المرآة أيضا هذه منخفضة فيمكن أن يصل إليها الطفل، وهذه كلها فيها مواد سامة، فيها رصاص، نسبة عالية من الرصاص، والرصاص سام يدخل في تركيب أدوات التجميل، فينبغي أن تكون أيضا بعيدة عن الأطفال، وخاصة البنات إذا ما أكلوها واستعملوها صح نبتسم ونضحك إنه وضعت الروج الحمرة أو لكن هذا يضر حتى بشرتها، ما يجوز لها أن تستخدم أدوات المكياج فتؤذي نفسها. أيضا ما ننسى السكاكين والشوك، كل هذه أيضا قد يؤذي بها نفسه، نجي ولا شوف جارح إيده والدم يسيل منه وربما يجرح جسده في أي مكان آخر من جسده بسبب هذه السكين الحادة التي تركناها، سكين طعام أيضا ينبغي أن تكون بعيدة في مكان عال وتعود إلى مكانها بعد غسيلها أو بعد انتهائنا من تناول الطعام. نحتاج إلى حذر شديد وانتباه عظيم ويقظة كبيرة. أيضا الكبريت والولاعات، كم من الحرائق حدثت بسبب عبث الأطفال
بعيدان الثقاب والكبريت وغيرها إذا أرادوا أن يشعلوا شيئا، شمعة أو لعبة أو أمرا من الأمور، أو أرادوا بأنفسهم أن فرن الغاز يشغلوا أيضا يكون الكبريت في متناولهم. كل هذه الأمور ينبغي أن تكون بعيدة، وأن نضع دائما ملصقات عليها لنبين ما هي، وأيضا نحكم إغلاقها بتلك الملصقات بحيث لا يستطيع الطفل حتى إذا وصل إليها أن ينجح في فتحها. شعار درهم وقاية خير من قنطار علاج، ينبغي أن نطبقه في مثل هذا الأمر في كثير من الأمور، لكن في هذا الأمر لأنه تتكرر المآسي التي تستقبلها المستشفيات والمستوصفات من أهل يحضرون أبنائهم أطفالهم بسبب تناولهم مثل هذه الأمور. وعلمي الخادمة التي عندك أو أكثر من خادمة هذه الأمور لتراقب الأطفال وتنتبه، فلا تترك الأشياء في متناولهم، تتعلم وتحاسبيها طبعا إذا أخطأت مرة بدون ما يكون أحد الأطفال تناول شيئا منها، لكن مجرد أنك رأيت الخادمة أهملت في إعادة هذا الدواء إلى مكانه أنه تعاتبيها أو تحاسبيها أو تنبهيها. لابد من أن ننتبه لهذه الأمور، نوعي غيرنا، نوعي الأبناء الكبار ليشاركونا في حماية إخوتهم الصغار من هذه الأخطاء التي لا سمح الله قد تكون قاتلة، نعم قاتلة كما يحدث كثيرا. نشرح لهم أيضا في أوقات بدون ما ننتظر حتى يقع مثل هذا الأمر، نشرح للصغار حبيبي هذه لا تقترب منه، هذه لا تشربه، هذه دواء، هذه لبابا، حتى لا سمح الله قد ننسى وقد نغفل كما قلت، فيكون عنده شيء من الوعي فيبتعد عن استعمال هذا الأمور. إذن أعيد باختصار، أعيد الأمور إلى أماكنها من أدوية وعلب الغسيل، مساحيق الغسيل وأدوات المكياج والكبريت والبلاعات، كلها ترجع إلى مكانها، نحفظها في علبها إذا استطعنا حتى لا يستطيع الطفل إذا وصل إليها أن يفتحها بسهولة، نعيد حتى أنفسنا ما نخطئ فنحفظ الأمور في غير أماكنها في غير علبها حتى ننتبه. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادكم وأولادنا، إنه سبحانه سميع مجيب. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.